مرحبا، أنا رندا مصطفى من سوياً، بتشرف بحضوركم اليوم عشان تحضروا معنا فيلم بيت الأمل. بس بعد الفيلم حتكون في فرصة للنقاش، حتكون على الساعة 8 بالضبط، هي فرصة لكم عشان تطرحوا الأسئلة. ما تنسوا أنكم تكونوا موجودين، وفيكم تفوتوا عن طريق الزوم لينك التحت أو عن طريق الفيسبوك إيفنت. ما تنسوا تبقوا كتار، بتشرف بحضوركم. كيف حاسة حالك هلا؟ أحسن. والله أنا راسي لسه بوجعني. بسم الله. يا ساتر. خليكي. لا 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 تفتح الباب. نعم تفضلي. مين انتي؟ فوتي فوتي فوتي. ما مين انت حبيبتي؟ شو صاير معك حبيبتي؟ الله يرضى عليك، شو اسمك؟ اصبري عليها شوي اشربي. حدا تعرض لك؟ حدا اذاكي؟ حدا سبك؟ احكي لنا، ما تخافي، انت بامان. طيب مين دلك علينا هون؟ خلص حبيبتي ما تخافي، متى ما بدك تحكي احكي، اطمني تماما انت في امان. تفضلي تعالي معي. فوتي ارتاحي. تفضلي. أنا اسمي ليلى، إذا احتجت شيء غرفتي جنب المطبخ. تصبح على خير. أنا عارف ولا عارف ننام ولا إشي. ضروري تفتحي لها الباب؟ أكيد كان لمزق ما أفتحي أختي، شفت كيف كانت تخبط الباب. مش أول مرة نفتح الباب هيك بالليل. أصبر عليها شوي، نسيتوا أنتوا كيف إن إحنا جينا هذا البيت؟ والله الوضع صعب، ولدي عايز عملية وانت تقولي ليه استنى موافقة؟ والله يا حبيبتي هذا هو النظام، عايز عملية بأسرع وقت. أنا ما عندي قروش، ما عندي جهة بتدعمني، أنا من وين أجيب قروش؟ يعني أخليه يموت؟ لو سمحتي في غيرك عم يستنى الدور. لو سمحتي تفضلي يا أختي تفضلي. حسبي الله بس. بعينك الله تفضلي، في غيرك على الدور. رقم 285 تفضل على الشباك رقم 4. تفضل أستاذ زينة، كيف بقدر أساعدك؟ أنا تعرضت لتعنيف من كل الجهات، أنا سنددت بكل اللي حوالي، أنا تعبانة محتاجة إنه حدا يوقف جنبي ويعطيني حقي. ليش إيش صار معك هاي المرة؟ معقول؟
انت بتسألي؟ انت بتعرفي شو صار معي بالشغل؟ استاذ زينة، انا سمعتك من قبل، بس اللي راح احكي لك اياه حاليا لمصلحتك. انسي الموضوع. كيف يعني بتطلبي مني انسى الموضوع؟ بدك انسى حقي او انظلم كمان مره؟ استاذ زينة افهمي، هاي القصه مو عنا، هاي القصه مو عنا. انا جيتك مشان تساعدين، لانك امل الاخير. لو سمحتي ساعدين. استاذ زينة معلش، ليش انتي بالذات بتصير معي كل هاي المشاكل؟ انتي بتساليني؟ انت المفروض تحميني، انت المفروض تدافع عن الناس. معلش، انت رحت للدكتور النفسي اللي متابع معك؟ يعني كل مره لازم اجيكم فيها تسالوني اذا رحت اذا مركز الدعم النفسي ولا لا؟ يعني انا مريضه نفسيا؟ لا 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 لا، مو هيك. لو سمحتي، لو سمحتي لهون وبس. انتوا وصلتونا مرحله احنا نسال نفسنا هذا السؤال، ليش احنا اللي بصير معنا هذا الاشي؟ احنا هون عايشين بحروب نفسيه. بس انت لازم ترجعي لمركز الدعم اللي متابعه معه، لازم ترجعي. اسالك سؤال؟ تفضلي. انت مش مره؟ اكيد. انت مش ام؟ حطي عادك مكاني، مفروض تكوني عزمة الاحساس اللي انا حسيته. حطي عادك مكاني، شو راح تعملي؟ انت عار يعني، انت عار. حبيبتي، زي ما حكيت لك آخر مرة، أنا هون مجرد موظفة. من الصبح وأنا هون، دع كل يومي على الفاضي. أنا وراي شغل كتير، ومو أنت لحالك عندك مشاكل. حبيبتي معلش تعطي فرصة لغيرك؟ تفضلي لو سمحتي، في غيرك على الدور. تفضلي، الله يسهل عليك، تفضلي. بعينك الله. هذا اسمه هروب، هذا اللي أنت بتعمليه اسمه هروب من مسؤولياتك. يا خالته. انت مين سألك؟ ما كلنا بنحب الملح، هتعود يا اختي. جاي على بالي فاصوليا. انت ايش في نفسك؟ في سلطه؟ في سلطه فقط. الحمد لله. كيف السانتا؟ حرام عليكي، مش عارفين شو صاير معها، بحكي لك مش قادره تحكي. احتيها اعشاب، خليها تروق اعصابها حبه. كل يوم عم بيشربوها اعشاب. هاي ما بدها أعشاب، بدها وقت لتحكي. انت شوفوها كمية الخوف اللي هي عايشاه. حرام حرام. والله يا خالتو، المرة شكلها حرامية أو معاها حالة نفسية أو بتضعتها مخدرات، الله أعلم. شو فيها؟ يمكن المرة عليها مصيبة، جايبها لي أنا ولا عيدة واحد. مشكلة ما حكت إشي. أعطيني 5 دقايق وأنا بجيب الحكي منها. اسمعوني، هاي ده ما ضحك، دي مسؤولية جوا البيت. سامعين؟ يمكن ضاربنا، يمكن مضاغطيننا في الشارع، لازم نعرف الحاصل عليها. ما هي مش راضية تحكي عشان نفهم. هي صباح الخير يا ستات. صباح النور. يعطيكم العافية. يعافيك يا حبيبتي. أنا عرفت مين هاي الست. بالله يحكي، إيش هذا مسلسل هندي؟ أهم شي تعرفوا إنه قعدتها معنا ما بتشكل أي خطر عليها. الحمد لله. ولكن بدنا نصبر عليها، لأن ظروفها كتير كتير صعبة. إيش يعني مخدرات؟ وبعدين معك إنتي والمخدرات. شو بتساوي؟ حكيت لك منذر. إيش حكيتي؟ رايحة على بيت خالتي فرحانة الولاد. والله لو ما أخوك برا كنت قتلت القتل.
تفاحة. حبيبي فيصل تفاحة. 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 برافو شاطر فيصل. الحمد لله بدأ يحكي حبيبي. الحمد لله أنا بشكرك كثير اليوم إنك علمت ابني بدأ ينطق ولو حرف واحد. شكرا كثير لك فيصل شاطر بس بدي شوية دعم. فعلا والله أنا حكيت للمركز وقلت لهم إنه 15 جلسة هدول بسيطة جدا ما بكفي، هو محتاج مدة أطول من ده عشان حالته يتحسن، والعلاج برا غالي، الجلسة الواحد ب25 دينار، وأنا ودي ما بتحمل التكاليف ده. عجبت وضعك كتير صعب، بعينك الله حبيبتي. أنا بشكرك ولأنك أنت ابني يتألق فيكي وتعاملك حلو أسلوبك طيب، كان زمان بيتعرض لأشياء كثيرة يتنمروا عليه عشان لونه وعشان شكله وتصرفاته، بس هسي الحمد لله بدأ الحمد لله يتكلم وإن شاء الله يدافي عن نفسه. وأنا كتير مبسوطة إننا نسمع الحكي ده وإن شاء الله فيصل هيتحسن أكثر إن شاء الله. الحياة فيها كتير من الأشياء الحلوة والمرة، مرة هيك ومرة هيك، بس والله نحن كلنا عندنا مشاكل بس الحمد لله. فعلا الناس كلها عندها مشاكل بس الحمد لله. شو هالكلام الحلو يا خالته، والله صايره شاعره مش هيك؟ هكذا الحياه. هلا حبيبتي تفضلي. في مشكله حابه اعمل لك حنه؟ حبيبتي اليوم في المدرسه لو حدا حكى لك انت شوكولا او حكى لك انت ابو سمره شو رح تردي عليه؟ انا سهى. شطوره حبيبتي الماما. حبيبتي أنا اليوم ما رح أقدر أجي أخذكم من المدرسة، رح تروحوا مع خالته فرحة. معلش؟ ليش كل مرة أنت قاعد تحكي وما تيجي؟ حبيبتي أنا عندي شغل، بس وعدني رح أرجع ورح أجيب لك ألعاب كتير وأجيب لك كل اللي أنت بتحبيه، وعدني ماما. ماشي. في أي مشكلة حبيبتي؟ شكلها بتتعاطى مخدرات زي ما حكت فاطمة. بكفي يا نسوان حرام عليكم تظلموها، اصبروا عليها شوي. معلش حبيبتي بتهون، بس انت صار لك أسبوع ما بتاكلي وما بتشربي وقاعدة لحالك، ما بينفع الحكي، لازم تاكلي وتشربي وتصيري قوية. مش عشانك، عشان بنتك. بعرف عن بنتك، أنا أم كمان، بحس بوجعك، بس لازم تعرفي إنه ما في حدا إلا وعنده مشاكل، الشغلة بس بدها صبر وإن شاء الله كل شيء إله حل. إحنا جنبك واقفين معك، بس ساعدينا نساعدك، الإرادة إنك أنت تقومي وتقولي أنا بقدر أطلع من هاي المشكلة، أنا قوية. يلا هلأ قومي معي ساعديني نحضر العشاء. يلا يا اخواتي يا حليلكم، انا كثير الليله مبسوطه بلمتكم معانا في البيت الكبير، وكلنا عرفنا مشاكل بعض وحلينا مشاكلنا، وان شاء الله دائما انتم تكونوا مبسوطين وتطلعوا جواكم، وان شاء الله ما تحصل عوجة، وبتمنى انه ربنا ما يفارقنا مع بعض. اليوم كله كان تعب، بلشت الشغل مع الأطفال والمدير خدت حق عليا، خلصت مع شفير الباز اللي بتنمر على شكلي. طلعت من البيت زهيانة وقرفانة وقافلة معاي، طلعت ركبت التاكسي وبلشت مع بتاع التاكسي وجيت راجعة كملت زهية. أنا ماخدة طاقة إيجابية
لأنه ابني حكالي بحبك ماما. مشكلتي أنا في الناس اللي حوالي بيشوفوني رايح جاي عم بشتغل، بقولوا هاي معها مصاري مليونيرة، ما بعرف الضريبة اللي أنا عم بدفعها، بدفعها من صحتي، من راحتي، من بعدي عن أولادي. أنا نفسي أكون جنبي أولادي. استني اسمعي، اطلع علي اطلع علي اطلع علي، عيني لي جاي. اسمعي، انا وصلت لنفس مرحلتك دي، عارفه؟ اطلع علي، اكيد في حل وحنلاقي حل. كويس، انا حديك الورقه دي، امشي للمركز واقول لهم انا جاي عن طريق زهره. انا اليوم متوتره جدا، خصوصا بعد ما زرت المستشفى وشفت المرضى، شفت الأطفال والحوامل بسبب القرارات الجديدة، كيف هم ما عم يتلقوا العلاج بالطريقة الصحيحة. وبزيد خوفي كل ما تقرب مواعيد ولادتي، أنا خايفة جدا ومتوترة. أنا اسمي زينة وهذه قصتنا. قلبك قاسي كتير علي، عيوني بتشتاق لك وبتقلك ما فيي، شفافك تهمس همسة صغيرة وبتروح، دخلك ما تترك قلب مجروح، ضلك عيدة وطل علي، ما عم بقدر انسى نظرتك سحرية، عطرك غلغل فيي طيب الجروح، انت اللي بقلك حبيب روح. طمن بالك بعيوني بغفيك، تيطلع علينا الضوء، كلمة صغيرة انا اللي بوعيك بقلك حبيب. ليش الحب قاس علينا؟ ليش بيبلينا ينسينا سمينا؟ تخيل دنيا عتمة وما إلها لون، بلا حب هيدا هو الكون، بلا حب هيدا هو الكون.